عطنا صوت يرحم لي والدينك. حبيبي حاول تركز وتركزين معاي. المنتج هذا اللي قدامكم صار لي يمكن 6 شهور، كلمت الشركة قالوا لي عندنا كمية بسيطة يا ستور. قلت لهم هذه الكمية ما تنفع جيش الستور، محتاجين تزودون أكثر وأكثر، لأن وعزة وجلالة الله جيش الستور لا يرحم. تحط له تهوش له منتج ما يرحم، يجلس لك يا من السوق، ياكلون الاخضر واليابس. منتج راح يفيد الكل، شيء مهم مهم جدا في كل بيت وفي كل مكان في كل زمان. حاول تركز معي عزيزي المشاهد. طبعا اغلبكم يعلم من هي الفجر، ساعات الاذان من شركة الفجر، هذه اللي قدامكم النوعية القديمة، تاخذ لك وقت لما تضبط الاعدادات. قلت لهم هذه النوعية ما تنفع لي ولا تنفع متابعيني، جيبوا لنا الجديد والحصري، عطونا من الاخر. جابوا لنا احدث منتجاتهم الحصرية، والله يا جماعة وما عليك حلفان يا ستور. الريال يوم كان يرويني كيف يضبط الاعداد، قلت له بس لاني انا اخذ كنت يعني نص ساعه لما اضبط هذه، بس يا رجل ضغط UAE ابو ظبي ضبطت الاعدادات كامله، تحط دبي ضبطت الاعدادات على مواقيت الاذان بزر يعني راح ارويكم كل حاجه، في انواع واشكال اسعار ولا اروع. شيء صراحة كنت أنتظره من زمان، لأن خلاص ما عندك عذر حبيبي تقول ما سمعت الأذان، راح نحط لك في كل زاك. بعد الياهل مثلا يقول لك والله ما سمع، عطى على راسه على طول، قل له حبيبي هيب لك الساعة هذه راح تأذن معاك في كل وقت وفي كل حين. والحلو بعد تقدر تحط النكنيم ماله، تكتب اسمه على الساعة، راح تشوفون كل حاجة، راح نشرح لكم منتج منتج بالتفاصيل. استمتع مع الستوري. خلوني أبدأ معاكم في أول منتجات شركة الفجر. طبعا المنتجات اللي قدامكم هذه أحدث المنتجات اللي موجودة في الشركة، هذه ساعة مكتبية وتقدر تعلقها على الحائط عندك في البيت، تعطيك الوقت، تعطيك التاريخ، تعطيك وقت الصلاة، وتعطيك درجة الحرارة. طبعا عندك في الخلف تقدر تحدد نوع الأذان اللي تريده. شوف خلينا نعطيكم الفوكس عشان تكون الصورة عندكم واضحة أكثر وأكثر. شوف أذان المكي، المدينة، القدس، مصر، الرياض، ولا متغير صوت الأذان هني تحدده. أوكي، وعندك هني مستوى الصوت تقدر تتحكم فيه، صوتها ما شاء الله جدا عالي، ومتوفر منها اللون الأسود ومتوفر منها اللون الأبيض مثل ما هو واضح قدامكم. أول من طبعا أسعار الساعات جدا رمزية وفي متناول الجميع. بكرة إن شاء الله راح تكون في موقع الستور، راح ننزلكم إياها كلها إن شاء الله. من الأشياء المميزة صراحة في الإصدارات الحديثة، قبل طبعا تتوهق البطارية تخلص وتبدلها وتتعب نفسك، الحين في الإصدارات الحديثة مثل واضح قدامكم شحن تايب سي، فراح يعني يفرق معاك بشكل كبير. ونروح معاكم الى ثاني المنتجات من شركة الفجر. هذه تعتبر ساعة مكتبية او تحطها على دار راسك في الغرفة. شوفوا راح ارويكم السيتنج كيف، جدا سهل، مجرد تضغط على ست تقدر تخلي انجليزي عربي مثلا، نختار تحدد شوف السعودية، تروح مثلا تختار انت طبعا تروح عند الامارات. اوكي الطريقة هاي تقيس تدور لين ما تحصل الكويت، فلبين، الصين، السنغال، السعودية، لين ما تحصل الدولة اللي انت فيها. شوف مثلا الامارات، تختار أبوظبي. شوف خلاص الحين ياسي ضبط الاعدادات كلها. شوف يا السلام، سهل جدا سهل، في اللغة العربية الانجليزية، ونفس الشيء طلع لك درجة حرارة، الوقت، وقت الاذان، ما شوف 5 ثواني. طبعا هذه تشتغل بالبطارية، عندك هني تقدر تتحكم في صوت الاذان، وعندك في الخلف مثل ما هو واضح قدامكم، خلي امسك الفوكس، انزين عندك تقدر تحط لها منبه اليوم، منبهات الصلاة والغفوة، وهني تقدر بعد تشحن. النقاط الجميلة في الشركة ان جميع منتجاتها ضمانها 2 سنين، فراح تستخدم وانت مغمض ومريح البال. خلونا الحين نروح إلى ساعة الأطفال. خلاص حبيبي لا تقولي ما سمعت الأذان، تقولي ما صليت، والله لا أجلدك جلاتي، ولا تقول أتفضل حبيبي عزيزي الولد. شوف بعد نفس النظام السيتنج جدا سهل، تقدر تختار عربي إنجليزي، اضغط شوف تختار الدولة، تغير بكل سهولة، تختار الإمارات. شوف أنا رويكم الموضوع كيف جدا سهل، أبوظبي خلاص أنت خلصت. انزين شوف تقدر تشوف هذه الاشياء، شوف الاربعاء باقي على صلاة الفجر،
شوف والله منتج يا جماعة أنا كان عاجبني بشكل كبير، أتمنى بس كان يوصل عندي ووصل. راح قلت لكم راح يفيدكم كلكم. شوف الظهر، صلاة العصر، المغرب، خلاص لا تقول لي والله ما سمعت الأذان حبيبي. لا لا لا، بعد فيها اتجاه القبلة، تقدر تحدد اتجاه القبلة، تم ضاغط بالطريقة هاي وراح يطلع لك اتجاه الساعة. الجميل فيها مميزات كثيرة صراحة، رويتكم القبلة عندك هني، تقدر تتحكم بالإعدادات، غير كذي تقدر تتحكم بصوت يعني التنبيه للأذان، عندك المنبه اليومي. شوف مثلا هذا قوة الصوت تقدر تتحكم فيه، مثلا اخترت الصوت خلاص شوف يكون بالصوت هذا. انزين عندك بعد الجميل فيها انك انت تقدر تختار اسم الطفل تكتبه عليها، فحلو ان تكون الساعة باسم الطفل. فما شاء الله يعني اعتقد ميزات رهيبة صراحة في الساعة. انا تقدر تكتب اسمه، تقدر يشوف الـ الـ شوف 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 معي، يقدر يشوف الوقت، يقدر يشوف وقت الصلاة اللي بيه، ويقدر يشوف التاريخ. فساعة جبارة بسعر ولا أروع صراحة. طبعا أنا داري أنتم تريون الأسعار، الأسعار يعني ما راح تكون غالية، على 200 درهم 300 درهم، أشياء بسيطة يعني. فعلى الميزات هذه يعني راح تحصل سعر طيب، ما راح تحصل أنه سعر غالي، لا لا، يعني الرينج مال الساعات هذه من 200 ل 300. بكرة راح تكون بتنزل الأسعار كلها إن شاء الله، والتفصيل كله بيكون موجود داخل موقع حمد ستور. الحين خلونا نعلي الرتم شوي. طبعا هني الفخامة، عند مثلا ريلك عنده مكتب تبغى تعطينا هدية، هذه هي ساعة عادية وساعة رقمية في نفس الوقت، بس بديزاين أرقى شوية. وعندنا بعد في نوعية ثانية الحين راح نستعرضها معاكم، وفيها جميع المواصفات، وقت الأذان راح تأذن، تعطيل الوقت ودرجة الحرارة والتاريخ ووقت الصلاة. طبعا آخر المنتجات من شركة الفجر هذه الساعة الجدارية، طبعا تجيك ساعتين في واحد، مجرد انك انت تضبط الاعداد هني راح تضبط الاعدادات في الساعة اللي فوق. فساعة جدارية فخمة مع الأذان، يعني تعطيك ساعة عادية وساعة رقمية، وتعطيك التاريخ وأوقات الأذان، وتأذن لك، فكل حاجة في مكان واحد صراحة. ساعة جدارية ولا أروع صراحة. الجميل في النسخ الجديدة أنه موفري لك بطارية داخل الساعات، يعني أوريدي تقدر أنت تركب لها بطارية، وتقدر بعد في نفس الوقت أنك تشحنها، فيها 500 ملي أمبير، وخلاص إذا ما تبغى تركب بطاريات أمورك طيبة عادي. ومثل ما قلنا لكم تقدر تختار صوت الأذان، تقدر تحدد مستوى الصوت، ما عندك أي مشكلة صراحة. خلوني أسمعكم الحين صوت الأذان. استنى ما نغير، هذه تقدر تخليها متغيرة، تتبدل بروحها. نغير، هني لو تبى تقصر، اوكي، لو تبى تطول على الصوت بالطريقة هاي. صوت روعة صراحة فيها. هني تم يغير لك بروحه.